افتتح مكتب بريد درايف ثرو مدينة نصر كأول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد لتقديم الخدمة من داخل السيارة، وتم تجهيز المكتب وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية على أن يتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها، وذلك في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد الاستراتيجية والتي تشمل التوسع في إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية واستحداث منافذ جديدة بأفكار وطرق عصرية مبتكرة بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتحسين جودتها. سعدت جدا اليوم بمرافقة زملائي في هيئة البريد المصري بافتتاح مكتب من نوع جديد، هو الأول من نوعه في مصر. المكتب الحقيقة بهذه الطريقة نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين، هو الأول من نوعه. إن شاء الله هناك خطة لنشر هذا النوع من المكاتب في يعني مختلف محافظات الجمهورية وأيضا في باقي مناطق القاهرة الكبرى. الحقيقة البريد المصري من وثبة إلى أخرى، لدينا الآن حوالي 4500 مكتب بريد، صعودا من 3200 قبل 5 سنوات. استحدثنا خدمات المكاتب المتنقلة ثم خدمات المكاتب الخفيفة على شكل أكشاك موجودة في الأماكن التي بها يعني مرور كثيف من المواطنين، ثم جاء اليوم استحداث آخر بخدمات الدخول بالسيارة داخل مكتب البريد أو مكاتب الدرايف ثرو. البريد المصري النهاردة بيستكمل سلسلة التواصل مع العملاء، زي ما قدمنا قبل كده الخدمات السيارات المتنقلة اللي بتصل إلى العميل، النهاردة بنقدم درايف ثرو برانش أو مكتب بريد يقدم الخدمة وانت داخل السيارة. 9 مكاتب بتقدر تاخد خدمات كاملة بعد لما بتاخد الرقم بتاعك وتتعامل مع الموظف اللي بيقدم لك الخدمة. عندك طريقة مناورة سهلة لو حتى عايز تاخد خدمة الATM وانت في الدرايف ثرو، بنقدمها لأول مرة في مصر وفي المنطقة وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مفيش حد قدم بريد داخل السيارة غير يمكن البريد الأمريكي من 3 سنوات، والنهاردة البريد المصري بياخد هذه التجربة، وإن شاء الله مش هتقف عند هذه النقطة وهيبقى في أماكن أخرى كتير إن شاء الله. المكتب البريد هنا بيقدم جميع الخدمات 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كل الخدمات متاحة، سجل مدني، شهادات، حسابات، فتح حسابات، جميع خدمات البريد متاحة. المكتب هنا أول مرة يستخدم على مستوى الجمهورية كلها، مستوى جمهورية مصر العربية. درايف ثرو هنا العميل هيبقى داخل واخد الخدمة بتاعته بالكار بتاعته مرتاح جدا، مش هيبقى فيه ويت كتير، مش هيبقى فيه انتظار. كل الخدمات اللي يقدر يعملها جوه المكتب يقدر يعملها هنا، حتى كمان هو يقدر يفتح حسابات، دي ما كانتش متوفرة في بعض المنافذ، لكن في درايف ثرو يقدر يفتح حساب براحته ويقدر يعمل كل المعاملات بتاعته.